اكتشفت موهبتي بالصدفة، بس مو أنا اللي اكتشفتها، العائلة اكتشفتها، يمكن لأني اكتسأل وايد أسئلة من عمر صغير وشافوا أن في جانب تقني من وراء هالأشياء، فقاموا يراوني وعلموني وقمت أتعلم، وشوي شوي حصلت عمري مسوي اختراع واختراعين ثلاث ووصلنا لليوم. هو تقريبا ورا كل اختراع أسويه في موقف أو قصة أو شيء أسمعه يأثر فيني. إذا سويت مثل اختراع لذوي احتياجات الخاصة وشفت مشكلة في المجتمع حبيت أحلها، حابة أني أنا أفيد مستقبل الإمارات وأمشي على نفس نهج حكامنا، فهذا شيء أنا أشوفه أني في البداية كنت أسويه لنفسي، أسلي عمري، روبوت يصورني الله حلو يصورني، روبوت يشجع وياي. بعدين شفت أن إذا أنا عندي هالشيء والحمد لله الله رزقني هالموهبة، ليش ما أستغلها في خدمة المجتمع وخدمة الحكومة وخدمة الدولة عامة، وما أسمي شيء صعب أسمي تحدي. أشوف هالشيء دائما من حكامنا أن أي شيء يشوفونه صعب أو ما عندنا كلمة صعب، نحن كله تحديات. فبداية المجال ما حصلت دعم من أصدقائي أو زملائي في المدرسة، لأني يوم كنت أراويهم الأشياء اللي كنت أسويها، اهتمامي مثلا في الحامل وايرات، ولا أني أسير أشوف آخر الأشياء الجديدة طالعة في التكنولوجيا، كانوا يقولوا لي شو تبين فيها، يعني هذا حق الأولاد مو بحقك، أنت بعدك بنت صغيرة لازم تلعبين بعرايس وأشياء مثل هاي. أحب أشارك في فعاليات سواء كانت في المناسبات مثلا يوم المرأة الإماراتية، يوم الشباب العالمي وغيرها من هاي الفعاليات، أشارك ممكن أنشر تجربتي أو أني أشارك كمشاركة كوحدة من الشباب أو كمرأة إماراتية. يشجعوني الوزراء النساء، أستانس وايد يوم أقابلهم، لكن اللي شجعني من بداية المجال كانت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسم حرم حاكم الشارجة، دائما تستقبلني عندها وتحب أن تسمع آخر اختراعاتي، ودائما توصيني أن بنات الشارجة أو بنات الدولة يشوفونك قدوة، فدوم كوني قدوة حسنة للبنات، وإن شاء الله أنا ياسا أسوي اللي هي تطلبه مني واللي أغلب الناس اللي يشوفوني يطلبونه مني. خواتي مو مقصرين، كلهم أصغر عني، فأحاول أني أنا أكون مثال زين حقهم أنهم يقتدون فيني سواء في مجال الاختراعات أو في مجالات ثانية. أحب أسافر، فإذا سافرت أشتري مغناطيس حق ثلاجتنا، أحب أجمع، بس أحب أجمع أشياء لأن أستانس يوم حد يجيني يقول لي شو تسوي مثلا، شو تجمعين، أجمع مغناطيس شوفوا ثلاجتنا، فحلو من كل دولة فذكرى حلوة وبعد يخلي شكل ثلاجة حلو. استغربت إن يوصل لي اتصال ويقولوا لي سلام عليكم فاطمة، شو أخبارك، شو مسوية، ترى فزتي أنا بأوائل الإمارات، وشعوري ما يوصف، أنا ما أعرف شو كنت أسوي هالوقت. لأن ما كان شيء في بالي، وأن حلمي يتحقق أني أقابل شيخ محمد بن راشد وأني أتكرم منه شعور ما ينوصف، وشيء ينذكر في تاريخ الإمارات شيء كبير مستحيل أنسى هالشيء، أكبر إنجاز في حياتي. في منصب أبغي أوصله لكن ما حصلته موجود عندنا هني، أبغي أكون وزيرة الابتكار أو أبغي أخترع هالوزارة، لأن ما أبغي أبتعد عن مجال الاختراعات يوم أكبر، ولا أني أبغي أبتعد بعد عن حلمي أني أكون وزيرة، فقلت ليش ما أحطهم مع بعض، أسوي ابتكارات وفي نفس الوقت أكون وزيرة الابتكار. أبغى أوجه رسالة للفتيات، ما حد بيوقفكم من حلمكم، حطوا هدف وبتوصلوا له، وخلونا نحن نسوي فريق حق البنات، نثبت ان البنات قادرين انهم يوصلون في اي مجال ويدخلون اي مجال ونتميز ان شاء الله. ولا تقولون هالمجال بس حق الشباب، بعد حقنا نقدر ان نحن نتميز فيه، واتمنى اني انا اشوفهم متميزين في كل مجال وبعد مجال الاختراعات، ابغي بنيه تكون وياي مخترعه، بعد تطلع اصغر عني ولا اكبر عني، نشتغل مع بعض ان شاء الله.